هي الدكتور محمد بوشنتوف، اختصاصي في الأمراض النفسية والأمراض العصبية بمدينة الجديدة. دكتور سي محمد، صباح الخير، جمعة مباركة وشهر مبروك إن شاء الله بالصحة وكل المتمنيات بإذن الله. الله يبارك فيك. مرحبا بك معنا دكتور. شكرا. أذكر أنك اختصاصي في مدينة الجديدة، اختصاصي في الأمراض النفسية والعصبية، وتعودتي كتخلعنا دائما في المواضيع اللي كنقترحوا. اليوم نشوف موضوع آخر اللي هو اضطرابات النوم وارتباطها ببعض المشاكل النفسية. هذا الموضوع إن شاء الله ما يخليكم شاب معنا يا ربي. ألور هذا الموضوع ديال مشاكل النوم، واخا كنا تكلمنا فيه واحد في حصه سابقه، ولكن ما فيها باس نعاودوا، لحقاش مشكل اللي كيشكل واحد العرض اللي كيكون عند كثير ديال الناس، وفي بعض الحالات الناس ما كيعرفوش يديروا التشخيص ديالو، يعني ممكن يكون كيخبي شي حاجات اخرين. هذا الشيء اللي بغيت نقول. الوغ اضطرابات ديال النوم، بعدا قبل ما غادي ندخل في الاسباب ديالها نعرفوا بعدا واش هما الانواع ديال اضطرابات النوم. اضطرابات النوم يعني ملي كنديروا يعني التشخيص ديالها كنديروا ثلاثه ديال الانواع. كاين المرض ديال لوندورميسما، يعني الانسان اللي ملي بغي ينعس ما كيجيش ينعس، كيتعطل في النعاس. كاين اللي عنده المشكل تاع لانسومني ماتينال، يعني كيفيق مثلا ينعس في الوقت ديالو ولكن كيفيق بكري، مع ديك 3 4 الصباح ما بقاش كيجي النعاس. وكاين الشكل الثالث اللي هو اللي كيقولوا لي فاز دو سومي ايفي، يعني واحد الوقيته كينعس عاود كيفيق، عاود كينعس عاود كيفيق. هاد هما ثلاثه ديال الاشكال اللي كاين في يعني في اضطرابات ديال النوم. وكاين عاوتاني في هاد اضطرابات النوم كاين اللي كتكون يعني اوكازيونيل، كتجي غير مره الا كان شي سبب. وكاين بعض الامراض الناس اللي عندهم اضطرابات النوم مزمنه، يعني كتبقى واحد المده طويله. هذه تكلمنا دابا يعني بصفه عامه على الاشكال ديال الانواع ديال هاد اضطرابات النوم. هاد اضطرابات النوم وشنو هما اللي يعني لي سيركونستانس ديالها، يعني وشنو هما الاسباب في بعض الحالات اللي كيجيوها. ما غاديش نتكلموا دابا على المشاكل النفسيه، غنتكلموا غير بصفه عامه شنو هما المشاكل اللي يقدروا اضطرابات النوم. يعني انسان عنده حاله عاديه، كاين ناس اللي عندهم بحكم الخدمه ديالهم كيكون عندهم هذا المشكل. مثلا نعطي المثال ديال لي بيلوت دو ليني، الناس اللي كيديروا مثلا كيسوق الربان ديال الطائره، اللي عندهم هذوك لي فيزو اورير كيتبدلوا. مثلا ها هو اللي دابا راه مع 6 د العشيه في الرباط كيمشي يصل مع نيويورك كتبقى ديما 6 د العشيه. يعني كيتخلط له كما نقولوا حنا الدارجه، كيتخلط له ذاك لو ريتم ديال النعاس تاع النعاس ديالو. كاين بعض الحالات اللي كيكون الناس اللي كيخدموا في الليل، نعطي مثال ديال الاطباء، ديال ليزانفيرمي، ديال الحراس ديال مثلا ديال العمارات ولا شي حاجه، كاع اللي كيديروا لي بيرمانونس ديال الليل كيخدموا بالليل. حتى هادو فوالا اون جينيرال بحال نقولوا كيتخربق لهم المشكل تاع الناس، بالخصوص الا كان واحد الوقيته يخدم بالليل مره بالنهار مره. يعني هذاك عندنا واحد لوريتم انترن في الذات هو اللي كيريقل هذا الشيء ديال النعاس. اذا ملي كيتخربق هذا لوريتم الناس كيجيهم اضطرابات ديال النوم. كاين من بين الاسباب لو سيرموناج. لو سيرموناج كنشوفوه مثلا هذه الايامات بعد ديال الامتحانات، الناس اللي عندهم امتحانات بزاف اللي كيتشكوا بهذه الاضطرابات ديال النوم، لحقاش كيكون عندهم واحد الضغط نفسي اللي كيعطيهم اضطراب في النوم. كاين عاوتاني اضطرابات النوم اللي كيكونوا عند الناس لو سوجي اجي، يعني الناس اللي كبار في لاج في العمر، يعني بدون امراض مسبقه اللي كيجيو بهاد الاضطرابات ديال النوم. يعني هذا عامل ديال العمر. نعم. العمر. الوغ كاين بعض الاسباب اللي هي عضويه مثلا نتكلموا على لي سكون ابيل بسيكوستيميلون بحال التدخين، بحال القهوه، الفيتامين، بعض انواع الادويه. كاين بزاف من هذه المسائل اللي يقدروا يعطيهم اضطراب ديال النوم. وكاين عاوتاني اضطراب النوم في سكون ابيل لي بروسيسوس ديمونسيال. هاد لي بروسيسوس ديمونسيال هما دوك الناس اللي كنقولوا حنا مثلا لا مالادي دالزايمر، الناس اللي عندهم الامراض ديال هذاك لا ديمونس سينيل، الزايمر، خرف اللي كنسميوها باللغه العربيه، حتى هما كيكونوا عندهم اضطرابات في النوم. انا بصفه عامه تكلمت على جميع الاسباب العضويه والاسباب ديال الخدمه، ودابا نتكلموا على الاسباب النفسيه. الامراض النفسيه بجميع الانواع ديالها تقدر تعطينا مشاكل في النوم. يعني لا الحالات ديال الاكتئاب ولا الحالات العصبيه ولا الحالات ديال القلق ولا الحالات ديال الامراض الدهنيه. يعني هذه كلها بصفه عامه
تقدر تعطينا مشاكل ديال النوم. الور هادو الاسباب النفسيه. كاين الاسباب اللي خارج على الاراده ديالنا، مثلا الناس اللي كيعيشوا فواحد الطريق اللي عليها مثلا الطوموبيلات بزاف، الكلاكسون، الصداع، هادو مسائل حتى هي اللي كتقدر تسبب كتقدر تعطينا الضرر بالنوم. وكاين عاوتاني سكون ابل حنا لي موفيز هيجين دو في. انسان مثلا كنشوفوا بعض الناس اللي كيقول لك انا في لاسيست كنمشي نعس 4 سوايع. الى نعس 4 سوايع مع لاسيست راه كتدخل سكون ابل سومي بروفون. الى دخلتي في سومي بروفون حتى النعاس ديال الليل ما كيبقاش مقاد. اذا الناس خاصهم يكون عندهم داك الشيء بريكل ديال فوقاش كينعس فوقاش كيفيق، خاص يكون داك الشيء كما يقول حد الفرنسي كيكون ريغولي. الور دابا تكلمنا بصفة عامة على الأسباب ديال هاد الاضطرابات ديال النوم، أشنو هما يعني العلاج أو الوقاية من هاد الأمراض؟ نعم. الوقاية أول مسألة هي كنسمو حنا بالفرنساوي ليجين دو في، يعني الإنسان ينظم الحياة ديالو. بحال مثلا كما قلنا الوقت ديال النعاس هو وقت النعاس، وقت الفياق هو وقت الفياق. الانسان الى دار لاسيست ما يفوتش ربع ساعه ولا نص ساعه. هي لاسيست مزيانه، سي ان كيما يقولوا الفرنساوي سي ان سومي ريباراتور، مزيان باش الانسان يكمل النهار ديالو مزيان، ولكن يفو ينفو جامي ديباسي اون دوميور، ما عمرك دوز واحد نص ساعه. من بين المسائل ديال الوقايه والانسان يحيد تو سكي اكسيتون، بحال مثلا القهوه ولا الكارو ولا الكول في الليل. هاد المسائل هادو كيقدروا يطيروا الناس. المساله ديال العشاء، الانسان ملي كيتعشى في الليل احسن حاجه انه يتعشى بكري وياخذ شي حاجه اللي كتكون خفيفه ما تكونش ثقيله على الكرش. يفو اسيوري المساله ديال البروتيكسيون لو بروي، يعني الانسان يمشي للدار ديالو يسد مزيان النوافذ باش ما يكونش صداع، باش يكون يعني باش يكون واحد الجو هادئ اللي يقدر ينعس فيه. الانسان شحال ما كانت عنده ليكسبوزيسيون لو سولي، يعني الانسان شحال ما خرج على برا شي شويه يشوف الشمس يتسارى، يعني كتكون عنده واحد ليكسبوزيسيون مزيانه للشمس مزيانه. الانسان اللي كيكون غير كنلاحظوا عند بزاف ديال بخصوص عند لي فام العيالات، الانسان كيبقى جالس غير في الدار في الظلمه كيخرج ما يشوف لا الشمس لا والو، حتى هذا من العوامل اللي كيعطيونا في اضطرابات ديال النوم. من بعد الانسان ما خصوش يستعمل مثلا لو لي ديال النعاس، الفراش النعاس ما يستعملوش في نفس الوقت مع التلفازه، يعني التلفازه تكون بعيده على السرير ديال النوم باش الانسان ما يولوش راسو ديك الطبيعه كانه كيسهر بزاف. المساله الاخرى ما خصناش ناخذوا دي بانشو، يعني جوست افون لو كوشي ما خصش الانسان يلا ياخذ واحد الحمام ساخن ويمشي ينعس في ديك الوقيته، لا، على الاقل الى تحمل واحد ساعه جوج قبل النعاس. وليكزرسيس فيزيك، يعني حتى الرياضه في النهار كتكون مزيانه باش الانسان يكون النعاس ديالو في الليل مزيان. يعني بصفه عامه تكلمنا على الوقايه. بيان سور مي كيكون مشكل عضوي ولا مشكل نفسي هنا يخص واحد العلاج عند الاختصاصيين. نعم دكتور سي محمد، غالبا الناس كيمشيو للصيدليه يقول لهم كننعس، واش كاين شي كينات نعس؟ ديك الكينات نعس واش يعني الا كان الواحد غياخذهم مره واش مزيانين ولا ممكن يزيدوا في المشكل؟ هذه مساله خاطئه كما نقولوا حنا بالدارجه ديالنا 100%. علاش؟ لحقاش الا شفتي عندنا عدة أسباب ديال هاد الأمراض. نعم. ديال اضطرابات النوم، عدة أسباب اللي هي كثيرة. وبصفة عامة الناس اللي كيمشيو عند الصيدلة وكياخذوا الدواء بلا ما كيتشاوروا مع الطبيب يقدروا يعطيهم أدوية. كاين أدوية اللي تقدر يكون فيها الإدمان، كاين أدوية اللي تقدر تعطينا اضطرابات أعراض جانبية، كاين أدوية اللي ما كتكونش إيفيكاس ولا كتكون يعني ماشي تنعسك الصبح الإنسان كيصبح كاع مثالي. نعم. يعني هنايا كما نقولوا حنا 100% ما فيها باس الى الانسان يستشر مع الطبيب. فور ايفيتي باش ما ياخذش ادويه اللي فيها الادمان وباش ما ياخذش ادويه اللي غتعطي اعراض جانبيه. نعم اكيد، وكيف ما قلتي لنا عطيتينا الاسباب كلها، يحيد بعدا يحيد داك الاسباب ويشوف عاد واش باقي المشكل، يعني كاع الاسباب اللي ممكن نحيدوها نحيدوها احنا. تكلمنا على الوقايه تكلمنا عليها. اذا الانسان دار جميع وسائل الوقايه ومازال عنده اضطرابات في النوم، انا قلت لك يقدر يكون مشكل عضوي، احنا تكلمنا على الاسباب ديالو، ولا يقدر يكون مشكل نفسي.
إذا كان مشكل نفسي بيان سو خصو يشوف مع الطبيب النفساني. نعم عطيتي قلتي لنا في الأول دكتور سي محمد بأن الاضطرابات في النوم قد تكون يعني مزمنة يعني عند الواحد دائما وكتكون عارضة. هذيك بالنسبة للناس اللي كتجيهم غير مرة مرة فوقاش يدخلوا إذا كانت غير مريرة مريرة واش عادي يعني مشكل؟ نعم هذه مسألة عادية. إنسان غير مثلا يكون عنده سفر ولا يكون عنده مشكل ضغط في العمل ولا ضغط عاطفي يقدر يمشي يطر عليه الناس. نعم. في هذه الحالات كاين أدوية اللي كنعطيوها دي فاسون سبونتاني. كاين بعض الأدوية اللي خاصة ديال الناس. نعم. مثلا انسان ما جاش النعاس مره في الشهر لمره في شهرين كنعطيو نقول له خذ واحد نص فانيده ولا فانيده غير في ديك الوقيته اللي ما يجيكش النعاس. نعم. هذه مساله يعني بسيطه. ولكن الانسان اللي عنده اضطرابات ديال النوم مزمنه يعني بصفه عامه كتكون امراض نفسيه ولا عضويه. يعني ضروري خص استشاره طبيب متخصص باش يحيد المشكل لان اعتقل النعاس كي الانسان كيبقى النهار كله متوتر كله ما بغيناش نتكلموا على النتائج، النتائج لا من الناحيه الدراسيه لا من الناحيه ديال العالم اللي عمل العمل لا من الناحيه ديال الضغط التقليقه والعلاقات مع الاخرين يعني مع الاخرين كتكون نتائج بعض الحالات كتكون كارثيه. نعم. اذا هذا مشكل اللي بسيط الحل ديالو بسيط الانسان خصو يتبع يمشي عند الطبيب وصافي. نعم يمكن في رمضان خصنا نرجعوا لهذا المشكل لان العديد من الناس كيعانيوا خلال شهر رمضان من اضطرابات النوم كيبدا يطير عليهم الناس كينعسوا بالنهار ويفيقوا بالليل. داكشي تكلمنا عليه قبيله. نعم. الانسان اللي كيدير لا سياست نتاع ثلاث سوايع ولا اربع سوايع دخل في سومي بروفون. يعني ملي كتدخل في النوم العميق هذاك السيكليك تيميرال كما قال مانيش عارف الترجمه بالعربيه ديالو هذاك السيكل اللي كيكون عند الدخل في الذات ديال اللي كتبحال اللي كتقلبوا اذا سي نورمال كيكون اضطرابات في النوم في المساء. نعم دكتور سي محمد بوشنتوف اختصاصي في الامراض النفسيه والامراض العصبيه بمدينه الجديده الشكر الجزيل.